عسلامة، مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بصحه والف خير. اليوم جيت وجبت لكم وصفه الرز الجربي بالشوابي. لهنا المكونات نتاعنا كما تشوفوا عندي كميه من الشوابي، انا صمتهم شويه. لهنا الكميه انتم ما تتحكموا فيها. خذيت هنا جزره كبيره قطعتها، جرين فلفل، كعبتين طماطم، ربطه معدنوس قطعتها ونظفتها، ربطين سلق. هنا خديت رطل أرز حطيته عنده درجين ولا ربع ساعة في الماء السخون، ثلاث بصلات حجم صغير قطعتهم، خديت ملعقة أكل فلفل أحمر، ملعقة أكل كركم، شوية ملح وفلفل أكحل إذا ما حسب الرغبة. هنا خديت راس ثوم صغير قشرته، ملعقة أكل طماطم معجونة وشوية عدس. ننطلقه على بركة الله في أعداد الرز متاعنا. بسم الله، ناخذ الرز. الوصفة هذه بسيطة، كل شيء مش نخلطوه على بعض. مش ناخذ السلق المعدنوس، بصل، خضر هذه، الشوابي. بسم الله، نقطع القطع بالشكل هذا. هذا شوي بعد ما كملت قطعته، باش نضيفه كذلك على الخضر والأرز نتاعنا. باش نضيف التفاحات نتاعنا هذوما، باش نضيف الطماطم المعجونة، باش نقطع سنين الثوم نسيتهم، في المرحلة هذيا تويكا باش نضيف شوية زيت زيتونة. زيت زيتونة مش نعمل بمعي، ونخلط المكونات هذي كوا. كما تشوفوا سهلة مهلة، تشد اليد فقط شوية في أعداد الخضر. إذا كان الخضر صارت جاهزة كما تشوفوا سهلة، ما تشدش تولي ما تشدش وقت. كما تشوفوا الماء حطيته يسخن، سخن بدا يغلي. باش نصب تويكا المكونات نتاعنا ونحطهم يتفور. وصفتنا اليوم تكون بالشكل هذا كملت. نراوها ان شاء الله، نوريها لكم ان شاء الله في طبق التقديم. هذا فطورنا صار جاهز. مدة الطبخ استغرقت من حيث حطيته في المقفول ساعة. ان شاء الله تجربوه وان شاء الله يعجبكم، ونلتقي ان شاء الله في وصفة اخرى ودبارة بيها مع شيء طيبة. شيء طيبة والى اللقاء.